قطاع البحث العلمي فتح الباب أمام الأساتذة والباحثين لاحتضان ورشات جزائرية مجرية تناولت قضايا حول الأمن، محاربة الإرهاب والتطرف والتنمية، وذلك من خلال الملتقى الأكاديمي الجزائري المجري حول العلاقات الدولية المنظم من قبل وزارة الشؤون الخارجية، وزارة التعليم العالي وجامعة الجزائر 3 مع سفارة المجر بالجزائر. ناقشنا فيها العديد من المحاور، منها ما قضايا جد تهم البلدين كالأمن والقضاء على الإرهاب والتنمية والتجارب التي نجحت بخصوص التنمية الاقتصادية، وكذلك آفاق التعاون بين المجر والجزائر. On a eu deux jours de travaux très intéressants, très instructifs, avec une participation de chercheurs importants et médiatisés du côté hongrois qui en même temps représentent des institutions de recherche et des universités internationalement reconnues. تكوين فرق مختلطة في البحث العلمي بين البلدين في مجالات الفلاحة، الانتقال الاقتصادي والطاقة تجسدت عبر اتفاقيات تم إمضاؤها بين مركز البحوث في الاقتصاد التطبيقي والمعهد المجري المتخصص في العلاقات الدولية. النقاط الأساسية في هذا الاتفاق هو بلورة بحث مشترك على ثلث ميادين بحثية: فلاحة، طاقة، تجربة المجرية في التحول الاقتصادي. ترقية التعاون الأكاديمي بين جامعات البلدين ومراكز البحوث المختلفة هو ما وصل إليه الملتقى ليفتح الباب لمجالات التعاون بين البلدين في قطاعات أخرى.